مر يتقدم وبيلي مر مر الكرة خطيرة جدا جول جول محسن يا جول هدف التعادل عوض الكرة الماضية مع الخطأ ومحسن يا جور يسجل هدف التعادل في هذا اللقاء مهم العودة في هذا التوقيت الأهلي يعود مع كرة من جانب موبيلي اخترق معها وتقدم بشكل رائع جدا مر الكرة لكن تحسب الكرة مشعل عبد الله نعم في الكرة الماضية ترك الكرة لمحسن ياجور ويسجل هدف التعادل في هذه اللقطة الماضية بالنسبة لفريق الأهلي والعميد يعود هنا إذن في لقاء الشوط الأول يسجل هدف التعادل في الكرة الماضية هدف التعادل لمصلحة محسن ياجور أضع فرصة خطيرة من كرة ثابتة محسن ياجور كانت كفيلة بأن الأهلي يتقدم ويعطي هدفين في اللقاء الشوط الأول محسن ياجور مع الخطأ هل راح يسدد على المرمى أو يلعب الكرة للاعبين المتواجدين في منطقة 18 بالنسبة لفريق الأهلي محسن ياجور يسدد كرة جول جول الله يا محسن ياجور لا يلف ولا يدور محسن ياجور يسجل الهدف الثاني ويعطي الثاني للعميد الأهلاوي من كرة ثابتة يعوض معها الكرة الثابتة في لقاء الشوط الأول هدفين لمحسن ياجور يا سلام يا سلام على لعبة خطأ معها بابا مالك كرة صعبة جدا على بابا مالك وكرة بتذهب للشباك هدف ثاني للأهلي يسجل الأهلي بعد أن كان متأخر بهدف هدف ثاني هنا لمصلحة محسن ياجور يا سلام يا مقربي على الكرة الرائعة جدا كرة صعبة على بابا مالك في الزاوية الصعبة يظهر في الوقت الصعب محسن ياجور ويسجل الثاني هنا التحية تكون حاضرة مر يتقدم وبيلي مر مر الكرة خطيرة جدا جول جول محسن ياجور هدف التعادل عوض الكرة الماضية مع الخطأ ومحسن ياجور يسجل هدف التعادل في هذا اللقاء مهم العودة في هذا التوقيت الأهلي يعود مع كرة من جانب موبيلي اخترق معها وتقدم بشكل رائع جدا مر الكرة لكن تحسب الكرة مشعل عبد الله نعم في الكرة الماضية ترك الكرة لمحسن ياجور ويسجل هدف التعادل في هذه اللقطة الماضية بالنسبة لفريق الأهلي مع الخطأ هل راح يسدد على المرمى أو يلعب الكرة للاعبين المتواجدين في منطقة 18 بالنسبة لفريق الأهلي محسن ياجور يسدد كرة جول جول الله يا محسن ياجور لا يلف ولا يدور محسن ياجور يسجل الهدف الثاني ويعطي الثاني للعميد الأهلاوي من كرة ثابتة يعوض معها الكرة الثابتة في لقاء الشوط الأول هدفين لمحسن ياجور يا سلام يا سلام على لعبة خطأ معها بابا مالك والعميد يعود هنا إذن في لقاء الشوط الأول يسجل هدف التعادل في الكرة الماضية هدف التعادل لمصلحة محسن ياجور أضاع فرصة خطيرة من كرة ثابتة محسن ياجور كانت كفيلة بأن الأهلي يتقدم ويعطي هدفين في لقاء الشوط الأول محسن ياجور